هل يمكن أن يكون هناك إنسان بلا ذنوب؟ أم هذه صورة مثالية وحتى الصالحين يذنبون؟ أخاف من الذنوب خوفا شديدا، لكن لو أذنبت لضعفي أكون مرعوب، أكون استحللت حرام أو نفقت. أولا الخشية شيء جليل، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأن تخاف الله عز وجل هذا شيء جميل وعبودية جليلة وجميلة، أسأل الله جل وعلا أن يثيبك عليها. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تتجافى جنوبهم عن مضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فإياي فارهبون، فلا تخشوا الناس واخشوني، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون. فالخوف من الله عبودية جليلة. لكن الموضوع الاستحلال يعني أولا خشية النفاق هذا شيء جميل أيضا، لأن النفاق ما خشاه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. الإنسان يخاف على نفسه من الرياء، يخاف على إيمانه من النفاق، ظاهرة صحية وظاهرة جميلة، على ألا تبلغ بك مبلغ القنوط من رحمة الله أو اليأس من روحه. أما الاستحلال ده معنى محدد في الشرع. ما هو الاستحلال؟ له صورتان. صورة تقول إلى تجذيب الحب، تقول الخمر حلال، الزنا حلال، التبرج حلال. أو صورة تقول إلى رد الحر، تقول تحريم الخمر ده غلط، غلطة تشريعية، وإقامة الحدود ردة حضارية، ولبس الحجاب ردة حضارية. يبقى فيه رد للحر وطعن فيه وسب له، رد للأمر على الآمر. صورة ثانية من صورة، وإن كنت لا تزال معتقدا في الحكم ثبوتا عن الله عز وجل، قد تكون الصورة الثانية أدخل في الكفر من الصورة الأولى. فهذا معنى الاستحلال، وأسأل الله أن يعافيك يا ولدي من هذا ومن ذاك، بارك الله فيك. أما يعني تصور شخص بلا ذنوب، أظن هذا لا يكون إلا في حق الأنبياء والمرسلين، هؤلاء فقط المعصومون وغيرهم من الصالحين محفوظون وليسوا معصومين، يوفقون للتوبة. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وإن أنين المذنبين التائبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. في واحد طائع ربنا مش شايف نفسه، هو عامل جميل على ربنا ان هو بيصلي، وعامل جميل على الناس ان هو بيزكي، يدل بطاعته على رب، يمن بها على ربه او على دينه. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. هذا اهل العلم يقولون ان انين المذنبين التائبين احب الى الله من زجل المسبحين المدلين، ورب معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه اورثت عزا وافتخارا. اسال الله لي ولكم العافيه وحسن الخاتمة، اللهم آمين.